بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمري الدنيا والآخرة. أما بعد، نكمل شرح وقراءة الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في تكملة ما ورد في باب الإرادة، والإرادة هي عبادة القلب، هي الهمة، هي همة القلب نهوضا إلى الله بغير تواني، فهي محلها القلب وأصلها الهمة في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهي من العبد لها ظاهر كسب، وفي الحقيقة أنها من الله بمحض توفيقه، فكل مريد مراد، وكل مراد مريد. فالمريد أي الذي تتوفر فيه الإرادة يكون مرادا من الله بتوفيقه لأن يكون مريدا. وأحيانا يبدأ العبد مريدا فيصير مرادا، وأحيانا يبدأ مرادا فيصير مريدا. والمراد هو المجذوب، والمريد هو السالك. ولا بد للإنسان في وصوله إلى ربه أن يتردد بين السلوك والجذب، فالجذب يوفر له جهد الطريق ويطوي عليه المسافات، والسلوك يجعله مروضا نفسه بتنزيهها من النقائص وتهذيبها بالآداب، والكل محتاج إلى ذلك. يقول: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا القاسم الرازي يقول: قال يوسف بن الحسين: إذا رأيت المريد يشتغل بالرخص والكسب فليس يجيء منه شيء. المريد أي الذي فرغ همته إلى ربه للوصول إليه، فإذا انشغل بالرخص، والرخص هي خلاف الأولى، خلاف العزائم، خلاف الاجتهاد، والمفروض أن المريد خلص همته إلى الله فصار من أهل العزائم، فإذا اشتغل بالرخص لا يكون من أهل العزائم، بل يكون من عوام أهل اليمين، والإرادة لا تكون إلا للمقربين. وكذلك الكسب أي جمع حطام الدنيا من أجل الدنيا، فيكون قد وجه همته إلى غير مراده فلا يكون مريدا. وسمعته يقول: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت جعفر الخلدي يقول: سئل الجنيد: ما للمريدين في مجارات الحكايات؟ يعني ليه المريدين بيحبوا يسمعوا حكايات الصالحين؟ فقال: الحكايات جند من جنود الله تعالى يقوي بها قلوب المريدين. فقيل له: فهل لك في ذلك شاهد؟ فقال: نعم، قوله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المريدين وإمام المرادين صلى الله عليه وآله وسلم، وبالرغم من ذلك قص الله عليه قصص السابقين ليثبت به فؤاده، فيكون من باب أولى المريد السالك الذي ليس هو في مقام الأنبياء والرسل، محتاج إلى معرفة سير الصالحين ليتقوى على ذلك. وسمعته يقول: سمعت محمد بن خالد يقول: سمعت جعفرا يقول: سمعت الجنيد يقول: المريد الصادق غني عن علم العلماء،
لأنه وجه همته إلى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فهو بدأ بالعلم المطلوب شرعا، أصل بداية الوصول إلى الله هو العقل أولا، هو الذي يدلك على الله. فالعقل الذي يدلك على الله وأنك مخلوق وهو خالق، وأنك فان وهو باق، وأنك مدبر وهو مدبر، هذا العقل هو الذي يدلك على العلم. فتريد أن تعلم مراده منك، والعلم لا ينفع إلا إن كان مطابقا لما جاء به الشرع الشريف، والعلم لا ينفع حتى ولو كان مطابقا لما جاء به الشرع الشريف إلا إذا كان معه إيمان، والإيمان لا ينفع إلا إذا كان معه طاعة، والطاعة بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وهذا يحتاج إلى صبر، لأنه يحتاج مواظبة، واصبروا وصابروا. والذي يعين على الصبر هو القناعة والرضا، الرضا بما أقامك الله، بما قسمه الله لك، بما طلبه منك، وهذا الرضا يقويه الورع والزهد حتى لا تنشغل بما لم يطلب منك من جمع حطام الدنيا أو المناصب أو الشهرة أو غير ذلك. ولا يعين على الزهد والورع إلا الثقة بالله، فأصل الأمر كله الثقة بالله في آخره، والثقة بالله لا تكون إلا لأهل التوفيق. فلما كان الأمر كذلك، فالمريد الصادق غني عن علم العلماء، لأنه ارتقى من العلم الذي هو ثاني مرتبة بعد العقل. شوف مرتبة العلم فين، وفين الثقة بالله بينها مراحل طويلة. ولا يكون مريدا إلا إذا كان واثقا بالله، فالواثق بالله استغنى عن العلم لأنه عد هذه المرحلة، عداها منذ مراحل عديدة. فيبدأ عاقلا مكلفا، عالما مؤمنا، عاملا صابرا على العمل، راضيا بما أقام الله فيه، قانعا بذلك، زاهدا في الدنيا، متورعا عن المشتبهات، واثقا بالله سبحانه وتعالى. فإذا وصل إلى هذا صار مريدا. وعلشان كده أدي معنى المريد الصادق غني عن علم العلماء. فتجده إذا صحت له الإرادة ترك بعد ذلك الانشغال بالعلم، لأنه صار مشغولا بالمعلوم، لأن المشغول بالعلم مشغول بالعلم عن المعلوم. ولكن المريد صار همه هو الله، هو المعلوم بحق. ولذا هذا هو المعنى، غني عن علم العلماء، لا استغناء عن العلم ولكن استغناء عن مجالسة العلماء. فأما الفرق بين المريد والمراد، والله يجتبي إليه من يشاء، أدي المراد، ويهدي إليه من ينيب، أدي المريد. والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد من ينيب. فالذي ينيب مريد، والذي يجتبيه مراد سبحانه وتعالى. فأما الفرق بين المريد والمراد، فكل مريد على الحقيقة مراد، إذ لو لم يكن مراد الله تعالى بأن يريده لم يكن مريدا، لأن في مجذوب سلوك وفي مجذوب حضرة. مجذوب السلوك هو الذي انجذب من الغفلة إلى اليقظة إلى الموعظة إلى التوبة إلى العبادة إلى الاجتهاد إلى خلوص الهمة، ده مجذوب السلوك. ففي حقيقته مرادا وفي صورته مريدا. أما مجذوب الحضرة فهو الذي فقد عقله ففقد مناط التكليف، فنقله الله سبحانه وتعالى نقل لم يستوعبها عقله، فصار مجتبا عند الله غير مقتدى به عند الخلق، لأن العقل الذي هو مناط التكليف قد فقده. وأراده الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة
حتى يبتلي أهل العقول وأهل الإيمان وأهل العلم أنهم لم يصلوا بعقلهم ولا بعلمهم، فهؤلاء قد وصلوا بغير عقل وبغير علم. فالفضل بيده سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء. فلذا تجد أن المراد والمريد لها معاني كثيرة عند العلماء، وهو يتكلم على المريد الذي هو من أهل السلوك، والمراد الذي هو أيضا من أهل السلوك. فأما الفرق بين المريد والمراد، فكل مريد على الحقيقة مراد، إذ لو لم يكن مراد الله تعالى بأن يريده لم يكن مريدا، إذ لا يكون إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكل مراد مريد، لأنه إذا أراده الحق سبحانه بالخصوصية وفقه للإرادة، يبقى إذا أراده الله أن يكون من أهل الخصوص وفقه لإرادته سلوكا واجتهادا. ولكن القوم فرقوا بين المريد والمراد على أساس أنها فيها مقامات، أحيانا واحد يغلب عليه أن يكون مريدا والآخر يغلب عليه أن يكون مرادا، يعني أحدهم يغلب عليه الاجتباء على جانب الإنابة، والبعض يغلب عليه جانب الإنابة على جانب الإرادة، لأنه له ظاهر وباطن. فبعضهم ظاهره يكون مريدا وباطنه مرادا، والبعض الآخر يكون ظاهره مرادا وباطنه مريدا، والبعض يكون مستوي الطرفين، تجد في الظاهر والباطن هو على السواء، مريد مراد في آن واحد. فالمريد عندهم هو المبتدئ، لما يقول لك المريد بقى يقصد في الغالب هو السالك المجتهد، والمراد هو المنتهي. يبقى المريد هو السالك المسافر إلى الله، والمراد هو المنتهي، وأن إلى ربك المنتهى الواصل. والمريد الذي نصب بعين التعب وألقي في مقاسات المشاق، لأنه في مجاهدة، مجاهدة الطاعة ومجاهدة العبادة والصبر عليها. والمراد الذي كفي بالأمر من غير مشقة، لأنه بعدما كان يتحمل مشق العبادة بالصبر عليها هون عليه الصبر الرضا فالقناعة فالزهد فالثقة بالله، فصار الأمر ميسرا عليه، فانتقل بعد ذلك إلى أنه كفي المشق. فالمريد متعنن يعني مجتهد باذل جهد، متعنن يعني في المشقة، والمراد مرفوق به مرفه. وسنة الله تعالى مع القاصدين مختلفة، فأكثرهم يوفقون للمجاهدات ثم يصلون بعد مقاسات اللتية والتي اللي هي الدواهي يعني إلى سني المعاني. يبقى أكثر القاصدين إلى الله تجدهم من أهل الاجتهاد، أكثرهم وليس كلهم، يوفقون للمجاهدات ثم يصلون بعد ذلك. وكثير منهم يكاشفون في الابتداء بجليل المعاني، وبعضهم في أثناء البداية بدايتهم يحصل لهم نوع من الكشف ونوع من الكرامات ونوع من الرؤى الصالحة ونوع من التثبيتات، كثير منهم، ويصلون إلى ما لم يصل إليه كثيرون من أصحاب الرياضات أيضا، اللي هو اللي بيروض نفسه بخروجها من عاداتها، إلا أن أكثرهم يردون إلى المجاهدات بعد هذه الأرفاق. وبعدها تلاقي بعد ما يبتدي قطع الطريق المكشفات اللي كانت بتحصل له في الأول تختفي ويبقى عادي خالص، لأنه في الأول يريد أن يأخذ بيده إليه كالطفل الذي تحببه إلى المدرسة مثلا بإعطائه بعض الحلوى، فإذا وصل وارتقى وصار من أهل النضج والمعرفة وصار في الجامعة حتى ولو منعت عنه مصروفه يعمل من أجل أن يتكسب حتى يكمل دراسته، حتى ولو أمرته ألا يذهب يذهب لوحده. فالإرفاق يحتاجه المبتدي الذي لم يصل إلى درجة النضج، والإرفاق يكون بالمكاشفات وبالكرامات.
إلا أن أكثرهم يردون إلى المجاهدات بعد هذه الأرفاق ليستوفي منهم ما فاتهم من أحكام أهل الرياضة، حتى تخلص نفسه من كل العوائق والعلائق المانعة عن الوصول إلى الله، يردوا إلى المجاهدات مرة أخرى. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: المريد متحمل مشق العبادة والتكليف، والمراد محمول يعني معان. وسمعته يقول: كان موسى عليه السلام مريدا في جانب الأنبياء برضو والرسل على عظمة مقامهم، إلا أنهم أيضا بعضهم مريد يغلب عليه الإرادة وبعضهم يغلب عليه أن يكون مريدا مرادا. فسيدنا موسى غلب عليه أنه كان يغلب عليه أنه مريدا سالكا في مقام الرسل والأنبياء أيضا، فقال: رب اشرح لي صدري. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم مرادا مجتبا يغلب عليه مقام الاجتباء صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك بغير مسألة، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. سيدنا إبراهيم قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. سيدنا إبراهيم وسيدنا رسول الله ربنا قال: ورفعنا لك ذكرك، من غير ما يقول اجعل لي لسان ذكر. فغلب عليه أنه مجتبا، والكل مجتبين، لكن المسألة أحيانا يغلب مقام على مقام، يكون أظهر في غيره. وكذلك قال موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ وهو مقصده هنا ألم تر إلى ربك، وخبأها بكيف مد الظل، وكأنه أراد أن يخبئ مقام الرؤية بشيء آخر حتى لا ينكشف الستر بينه وبين حبيبه. وكان أبو علي يقول: إن المقصود قوله ألم تر إلى ربك، وقوله كيف مد الظل ستر للقصة وتحصين للحالة. وهل النبي رأى ربه أم لا فيها خلاف، والراجح عند أهل السنة والصالحين والمحققين أنه رآه، ثم اختلف من قال أنه رآه هل رآه بقلبه وعينه أم بقلبه فقط، والراجح أنه رآه بقلبه وعينه بل بكله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا غير مستبعد في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، ورؤية الله غير مستحيل، لأنه لو كانت مستحيلة ما طلبها سيدنا موسى وقال ربي أرني أنظر إليك، فطلبها دل على أنها غير مستحيلة، لأن كيف يخفى على سيدنا موسى وهو من أولي العزم من الرسل المستحيل على الله فيطلب المستحيل، فدل على أنها ممكنة، لو لم تكن ممكنة ما طلبها، فإذا كانت ممكنة عقلا ثم بعد ذلك دلت الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها بإشارات كثيرة فغير مستبعد. وسئل الجنيد رحمه الله عن المريد والمراد، فقال: المريد تتولاه سياسة العلم، يعني المريد مشغول بالتكليف، والتكليف منشأه العلم والأدلة، والمراد تتولاه رعاية الحق توفيق الله سبحانه، لأن المريد يسير والمراد يطير، فمتى يلحق السائر الطائر؟ اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. وقيل: أرسل ذو النون إلى أبي يزيد رجلا وقال له: قل له إلى متى النوم والراحة وقد جازت القافلة. كان سيدنا ذو النون يغلب عليه الاجتهاد والسير، وسيدنا أبو يزيد في آخر حياته كان يغلب عليه أنه مجتبا، فكان لا يظهر عليه الأعمال الجوارح كثيرا، لا تظهر عليه، كان انشغالي بعمل القلوب. فقال أبو يزيد: قل لأخي ذي النون: الرجل من ينام الليل كله ثم يصبح في المنزل قبل القافل. فقال ذو النون: هنيئا له، هذا كلام لا تبلغه أحوالنا، فنفعنا الله بعلومهم.
باب الاستقامة. الاستقامة يعني الاعتدال في الأمور كلها. أما تبقى مستقيم يعني معتدل، حتى أما تقول ده الخط ده مستقيم بالهندسة كده معناه معتدل، لا هو ملوي ولا ملولي ولا محدب ولا منحني. فالاستقامة هي الاعتدال، الاعتدال في الأعمال على السنة، والاعتدال في الأحوال بعدم رؤية الكسب فيها، وكذا الاعتدال في الاستقامة بعدم رؤية الاستقامة، برؤية المستقام له سبحانه وتعالى بالغيب عن العمل في المعلوم. فالاستقامة لها ثلاث أحوال: استقامة في الأفعال، وده حال طبعا المريدين السالكين، ثم استقامة في الأعمال، واستقامة في الأحوال وده حال العارفين، واستقامة بالغيب عن الاستقامة وده حال الواصلين. فهي ثلاث درجات. أو مثلا تقول هي تمحيص لأهل المجاهدات، وتحقيق لأهل الأحوال، وتوفيق لأهل المعارف والأزواق. فهي كلها المسألة تمحيص، لأنها فيها تخلي عن النقائص، وتحقيق بالتحلي، ثم بعد ذلك توفيق بالتجلي. فيتخلي وتحلي وتجلي. باب الاستقامة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وربك قال قبل كده فاستقيموا إليه واستغفروه، أمر بالاستقامة. وأنت في كل فاتحة كتاب تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. أخبرنا الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني قال: أخبرنا أبو بشر يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا شعب عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا. لأن الاعتدال مع الله بعبادته على الوجه الأكمل المعتدل الذي ليس فيه تفريط بالنظر إلى عظمة رب العالمين لن يحصيها العبد، لأن العبد جبل على النقص، والله سبحانه وتعالى الأصل فيه كل كمال، فكيف ينشأ الاستقامة الكاملة ممن جبل على النقص؟ ولذا فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لن تحصوا في الحقيقة ولكن اجتهدوا. واعلموا ان خير دينكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن، لان الصلاة هي الصلة بالله عز وجل. ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن. والاستقامة، يبقى النبي دل على ان بداية الاستقامة هي الاجتهاد في الأعمال على السنة مع كمال الإخلاص، بغير تفريط ولا إفراط. يعني مش من السنة ان الواحد مثلا يقيم الليل كله ويصوم النهار كله ويوصل الليل بالنهار، مش من السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم اعترض على هذا، ليس من السنة، لأن هذا ولا ترك الاجتهاد في العبادة، لا هي دين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، لا هو ترك هذا، ترك الاجتهاد، ولا هو المبالغة في الاجتهاد، بل هو الاعتدال. هو ده دين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. فيبقى ده الاعتدال. الاعتدال ان الانسان يفعل الاوامر وفقا للشرع الشريف، فيتعلم اصول العمل، كيف كان يعمله النبي، ما هي شروطه، ما هي أركانه، ما هي مستحباته، يتعلم العمل الذي يعمله، ثم يخلص في العمل هذا، ثم بعد ذلك لا يبالغ المبالغة التي تخرجه عن حد الاعتدال. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجده وجد حبل مثلا مشدود، وجد بقى الصحابة، لأن كان عندهم همة عالية في العبادة، شايفين همة النبي في العبادة. النبي كان يفعلها بلا كلفة،
من مقامه العالي، ولكن لما يجد بعض الصحابة يفعلوها بتكلف كان ينهاهم عن ذلك. فقالوا له ده فلانة بتتعبد، وإذا وجدت عندها تعب تمسك فيه كده علشان حتى لا تنام. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالته وغضب. مش هي دي دين النبي الذي جاء به؟ المبالغة الزائدة ولكن الاعتدال. الاستقامة هي الاعتدال والمواظبة على هذا الاعتدال، هي دي الاستقامة المواظبة. مش انك انت تقيم الليل كله شهر وبعدين بعد كده هتترك قيام الليل بقيت عمرك. لا، صلي ركعتين قيام الليل وطول عمرك احسن ما تقيم الليل شهر من عمرك كله وتتركه. مش هي دي احب الاعمال عند الله ادومها وان قل؟ وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم دلك على العمل لكن بغير مبالغة. واعلموا ان خير دينكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن. والعجيب ان الصلاة وهي امره من خير الدين، الرسول صلى الله عليه وسلم حجره عليك في اوقات، حجره عليك في اوقات حتى يبين لك ان الامر على الاعتدال لا على المبالغة. حتى الصلوات وهي خير الدين عماد الدين في اوقات الشارع نفسه قال لك لا تصلي فيه، كأنه أراد ألا يستغرق العمل فتستغرق نفسك فيه، بل الذي تستغرق نفسك فيه هو ربك مقصودك لا العمل الذي تقوم به. ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها، لأن كمال الأمور هو في اعتدالها لا في جانب الإفراط ولا في جانب التفريط، هو ده، هذا هو الكمال. لكن المستعجل حاجة تانية. ناس كتير في طريقهم لا مستعجلين. مستعجل ليه؟ لأنه هو منتظر الكرامة ومنتظر الترقي ومنتظر حاجات كتيرة، وقاعد منتظر مش لاقيها جاية، فمتصور إنه هو ما بيعملش حاجة، فيقوم يزود ويزود ويزود وبرضه يلاقي نفسه ما وصلش لحاجة. كثير منهم يروح تارك ويرجع أقل مما كان. لأن المفروض إنك أنت لا تعبد ربك من أجل الكرامة، بل تعبد ربك من أجل ربك. ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هو ده الأصل. كانوا يقولوا إيه؟ إلزم الباب لا ليفتح الباب فيفتح الباب. يعني إلزم باب ربك لا ليفتح لك الباب، لأن كفاك شرفا أنك واقف على باب، كفاك شرفا. فليس هدفك فتح الباب، ولكن هدفك التشرف بالوقوف على بابه سبحانه وتعالى. فإذا تركت التشوف أعطاك بغير تشوف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يعطي الإمارة لمن طلبها، مش كده برضو؟ كذلك الله لا يعطي الولاية لمن طلبه، ولكن يعطي الولاية لمن طلبه سبحانه. لا طلب الولاية، لأن الولي ولي الله لا ولي الولاية، فمن طلبها يصير ولي الولاية. والاستقامة درج بها كمال الأمور وتمامها وبوجودها حصول الخيرات ونظامها. ومن لم يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه وخاب جهده. قال الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يبقى الإنسان مجتهد مجتهد مجتهد، بس مش ناظر ان هو بيفعل كده لانه مطلوب منه، لا، ده ناظر انه بيعمل كده علشان يحصل على المعاني والمعارف والاشراقات والفتوحات، وبعدين في الاخر يلا ما حصلش، بيروح يرجع تاني ينقص على عقبه زي اللي غزا الغزل وبعدين فكه تاني. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. ومن لم يكن مستقيما في صفته لم يرتقي من مقامه الى غيره، ولم يبني سلوكه على صحة. فمن شرط المستأنف الاستقامة في أحكام البداية. المستأنف يعني المبتدئ للعمل يعني. فمن شرط المستأنف الاستقامة في أحكام البداية. يبقى الاستقامة هي حال الجوارح، والإرادة هي حال القلب عند النهوض إلى الله. يبقى الإرادة حال القلب غالبا، والاستقامة حال القلب والجوارح.
بس الإرادة إذا ظهرت على الجوارح ظهرت الاستقامة، كما أن من حق العارف الاستقامة في آداب النهاية، كذلك العارف بالله الذي وصل إلى المعرفة عليه أن يستقيم فلا يلتفت عن معروفه إلى ما عرفه. فمن أمارات استقامة أهل البداية ألا تشوب معاملاتهم فترة. فترة يعني إيه؟ يعني اجتهاده في العبادة مستمر، ما يفترش، ويكون اجتهاده في العبادة على سنة النبي عشان يعرف يستمر عليه، مش يصلي في اليوم 1000 ركعة طب وبعدين؟ ومش هيقدر يواظب حتى لو عملها يوم واثنين، مش هيقدر. طب صلي الفرائض واعمل السنن الرواتب وأقم الليل ولو ركعتين، والتفت إلى ما أقامك الله فيه، وراقب ربك في كل أحوالك في الصلاة وفي غيرها، تستطيع أن تواظب على هذا. إنما عايز تصوم كل يوم وتصلي كل لحظة وتختم القرآن في ركعة، طب وبعدين؟ أنت مش هتقدر تواظب. ألا تشوب معاملاتهم فترة، وعلشان كده الرسول يقول اكلفوا من الأعمال ما تطيقون حتى لا تصيبك الفترة دي، والفترة اللي هي الفتور اللي هو الضعف. ومن أمارات استقامة أهل الوسائط، أهل الوسائط هم أهل الأحوال يعني، يبقى أهل البدايات دول أهل اجتهاد في الأعمال، وأهل الوسائط أهل اجتهاد في الأحوال اللي هي أحوال القلوب، وأهل النهاية استقامة أهل النهاية هم أهل الأسرار وأهل الأرواح. ومن أمارات استقامة أهل الوسائط ألا يصحب منازلهم وقفة، فلا يقفون مع حال فيحجبوا بالحال عن المقام أو بالمقام عن المقيم. ومن أمارات استقامة أهل النهاية ألا تتداخل مواصلتهم حجبة فيحجبوا بمقامهم وبمعارفهم عن معروفه. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول الاستقامة لها 3 مدارج، يعني 3 درجات، أولها التقويم ثم الإقامة ثم الاستقامة. فالتقويم من حيث تأديب النفوس، يبقى التقويم اللي هو البدايات، الرياضة، رياضات النفوس. والإقامة من حيث تهذيب القلوب، يبقى التقويم تخلي عن النقائص، والإقامة تحلي بالآداب، والاستقامة من حيث تقريب الأسرار اللي هو التجلي. وتهذيب القلوب بعدم الالتفات لغير ربها، وإلا لو التفتت لغير ربها صارت غير مهذبة. يعني ليس من الأدب أن تجلس مع عظيم من العظماء وتلتفت إلى غير، يكلمك ويتوجه إليك وأنت ملتفت إلى غيره، ليس من الأدب. فأنت إذا توجهت إلى رب العالمين ثم التفت إلى غيره لم تراعي الأدب. وقال أبو بكر رضي الله عنه في معنى قولي ثم استقاموا أي لم يشركوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى نظر إلى مفهوم الآية، قالوا ربنا الله فلم يشركوا، أي استقاموا على ذلك. فإذا كان الرب هو الله فسلموا الأمر إلى الله مدبرا، ورضوا بالله سبحانه وتعالى متوكلين واثقين عليه قانعين بما أقامهم فيه، وانشغلوا بما أمرهم به ولم ينشغلوا بما ضمنه لهم. أدي معنى استقام، أي لم يشركوا. وقال عمر رضي الله عنه لم يزوغوا ذوغان الثعالب. فقول الصديق رضي الله عنه محمول على مراعاة الأصول في التوحيد، وقول عمر رضي الله عنه محمول على طلب التأويل والقيام بشرط العهود. يبقى سيدنا عمر تكلم على استقامة الأعمال الناتجة عن القلوب، وسيدنا أبو بكر تكلم على استقامة القلوب الناتجة على المعرفة. وقال ابن عطاء استقاموا على انفراد القلب بالله تعالى،
وقال أبو علي الجوزجاني: كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة. انت بتقول اهدنا الصراط المستقيم ولا اهدنا الكرامة والتكريم؟ الصراط المستقيم. يبقى ما تنشغلش، لان كفاك نعمة ان اقامك في طاعته، فلا تطلب الاجر عليها، لان الاجر على اذا كان الامر من حيث النظر في الحقيقة انها لا كسب، لا كسب، لانها لا حول ولا قوة الا بالله. ولو نظرت في الامور بحقيقتها تجدها انها لا كسب. فطالما لا كسب هتطلب اجر ليه بقى؟ احمد ربك انه اقامك هنا، احمد ربك انه اقامك هنا. طالما الامر لا كسب بقى، ده لا حول ولا قوة الا بالله. لكن طلبك الاجر دليل انك ترى انك فاعل ولا ترى توفيقه، فتفوق بقى لنفسك، والا يبقى دي اساءة ادب. رتب الاجور على الاقامة سبحانه وتعالى ترتيب عادي، ليس ترتيب علة ومعلول، ده ترتيب عادي بس سبحانه وتعالى، كما رتب الرزق على السعي. ولكن لو لم تسع ترزق برضه، لكن رتبه ترتيب عادي لا ترتيب علة ومعلول. قال أبو علي الجوزجاني: كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، لأن طلب الكرامة فيه حظ النفس، وربك عز وجل يطالبك بالاستقامة التي لا حظ للنفس فيها. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني ولا نفس ولا حظ نفسه. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا علي الشبوي يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت له: روي عنك يا رسول الله أنك قلت شيبتني هود، فما الذي شيبك منها؟ قصص الأنبياء وهلاك الأمم؟ فقال: لا، ولكن قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. لأن الاستقامة تكون على قدر معرفتك بمعروفك، والنبي قدر معرفته بمعروفه أعلى معرفة، وهو أيضا من بشر، فمهما ارتقى في بشريته ما زال بشر، والبشر مجبول على النقص، وكمال معرفته بمعروفه يجعله يرى أنه استقم كما أمرت أمر يقرب إلى المحال في حقه، فشاب من أجل ذلك صلى الله عليه وسلم. فاستقم كما أمرت. وقيل إن الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر، لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق، يعني بغير طلب شيء حظ نفس، هو ده الصدق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، يعني اجتهدوا ولن تصلوا الى مبلغ الكمال، ولكن لولا ان الله سبحانه وتعالى يسترك ويغطي نقصك بكماله، وفقرك بغناه، وعجزك بقدرته، ما وصلت لشيء. من كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاويه دعاوى؟ هو العبد كده، ليست له حقيقة في الأصل. وقال الواسطي: الخصلة التي بها كملت المحاسن وبفقدها قبحت المحاسن لا استقامة. وحكي عن الشبلي رحمه الله أنه قال: الاستقامة أن تشهد الوقت قيامة، يعني أن تشهد نفسك في كل لحظة أنه قامت قيامتك بيحاسبك ربك. هتقول له إيه؟ يبقى في كل لحظة تشهد نفسك انك انت واقف بين يدي ربك يحاسبك، يبقى يعني احضر الاجابة. ماذا تقول له؟ ماذا يشغلك الان؟ ان تشهد الوقت قيامة، الله معي، الله ناظر الي، الله قادر علي. ويقال الاستقامة في الاقوال بترك الغيبة، وفي الافعال بنفي البدعة، وفي الأعمال بنفي الفترة، وفي الأحوال بنفي الحجبة.
الاستقامة في الأقوال اللي هي استقامة اللسان، بترك الغيبة وبجريان الحكمة، وفي الأفعال بنفي البدعة، أي تكون أفعالك مطابقة لما عليه شرع الله ورسوله، تبقى إيه؟ انتفت البدعة. وفي الأعمال بنفي الفترة، يعني في ممارستك للأعمال ألا يصحبها فتور أو يتبعها فتور وترك، أحب الأعمال عند الله أدومها وإن قل. وفي الأحوال وهي القلوب في سيرها إلى الله بنفي الحجبة، فلا تحتجب بالأحوال عن المحيل ولا بالمقام عن المقيم. سمعت الأستاذ الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك يقول: السين في الاستقامة سين الطلب، أي طلبوا من الحق تعالى أن يقيمهم على توحيدهم، ثم على استدامة عهودهم وحفظ حدودهم. قال الأستاذ: واعلم أن الاستقامة توجب دوام الكرامات. يبقى الاستقامة توجب برضو إيجاب عادي، مش إيجاب إلزامي ولا علة المعلول، توجب دوام الكرامات. بل قالوا إن الاستقامة هي عين الكرامة، قالوا كده، دي الحقيقة، الاستقامة هي عين الكرامة. قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولم يقل سقيناهم بالماضي كده، بل قال أسقيناهم، يقال أسقيته إذا جعلت له سقيا، فهو يشير إلى الدوام. يبقى طالما أنت مستقيم إلى الله يداوم لك التوفيق والقدرة على الطاعة، وهذه المداومة من الله سبحانه وتعالى، لولاها ما داومت أنت على الاستقامة. في نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، فالاستقامة على الإمداد، ولولا الإمداد ما استمرت الاستقامة. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت الحسين بن أحمد يقول: سمعت أبا العباس الفرغاني يقول: قال الجنيد: لقيت شابا من المريدين في البادية تحت شجرة من شجر أم غيلان، فقلت: ما أجلسك ها هنا؟ نوع من الشجر يعني. فقال: ما لافتقدته فمضيت وتركته. ايه حال؟ حال تمشي حال كده حد ما قاله، يعني كان له حال مع الله وحس ان هو فقد حاله مع الله، حال في الطاعة، حال في المعرفة، حال في الذكر، فلما فقد حال نفسه جلس مواظبا على ما اقامه الله فيه، لعل الله يفتح عليه. يبقى صبر على الفقد، صبر على الفقد. فقال: حال افتقدته. فراح سيدنا الجنيد قال: فمضيت وتركته. فلما انصرفت من الحج وهو راجع اذا انا بالشاب قد انتقل الى موضع قريب من نفس الشجرة دي، يعني ما تحركش كتير، مسافة بسيطة. فقلت: ما جلوسك ها هنا؟ فقال: وجدت ما كنت اطلبه في هذا الموضع فلزمته. يبقى في صبر على الفقر وفي مداومة على الشكر، يبقى هي دي الاستقامة، الصبر عند الفقد والمداومة على الشكر عند الوجد، يبقى دي الاستقامة. لا الفقد يمنعك ولا الشكر يحجبك ولا النعمة تحجبك، هي دي المسألة. يريد ان يعلمك حاجة، ان الاستقامة هي عدم المنع، الفقد عند المنع، ولا عدم الانشغال بالنعمة عن المنعم او بالشكر عن المشكور. فهو داوم في كل حال، لما فقد داوم، ولما وجد داوم على الشكر. فهي دي المسألة، عشان كده جابها لك في الاستقامة. فلا ييأس عند الفقد ولا يستغني عند الوجد.
فقال وجدت ما كنت أطلبه في هذا الموضع فلزمته. قال الجنيد فلا أدري أيهما كان أشرف، لزومه لافتقاد حاله اللي هو الدوام عند الفقد، المداومة على الطاعة مع الفقد. واحد يقول لك أنا بعبد ربنا بقالي سنين ومش لاقي لذة العبادة، يروح ترك العبادة. داوم يا سيدي، أنت مش مطلوب منك تحصيل اللذة، لأن اللذة دي شهوة النفس. أنت مطلوب منك تحصيل العبادة، واللذة دي يطعمك أو لا يطعمك دي من الله بقى. أطعمك خير وبركة، فلا تنشغل بالمطعوم عن المطعم، وإن منعك فلا تنشغل بالمنع عن المانع سبحانه وتعالى. أدي المسألة كلها. فقال الجنيد فلا أدري أيهما كان أشرف، لزومه لافتقاد حاله أو لزومه للموضع الذي نال فيه مراده. وباب الإخلاص إن شاء الله يوم السبت القادم، وأجازة بعد ذلك إلى آخر شهر 8 بإذن الله، وبعد كده نلتقي في أول يوم سبت في أول سبت في شهر 9 إن شاء الله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. جزاكم الله خير. ما فيش سؤال، كل الحمد لله، الناس فاهمين كل حاجة والحمد لله رب العالمين.